22 درجة هوائية، مبادرة من نيابة وزارة التربية الوطنية بورزجات لفائدة تلميذات وتلاميذ مؤسسة بدر الإعدادية الذين يقطنون بالمناطق النائية. هذه المبادرة تتوخى تشجيع المتعلمين والمتعلمات من أجل التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. نظرا لتزود مؤسسة إعدادية بدر في منطقة قروية، فإن درجة الهوائية تلعب دورا مهما في تقريب المؤسسة للتلاميذ القاطنين بمسافة حوالي 10 كيلومتر المؤسسة، ولهذا فإن إدارة المؤسسة والنيابة ارتأت أن تزودهم بهذه الوسيلة التي تساهم في عملية التمدرس وكذلك في محاربة الهدر المدرسي. هذه العملية التي سهرت عليها مؤسسة بدر الإعدادية من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ المستفيدين من هذه المبادرة من التغلب على بعد المسافة ومحاربة ظاهرتي التأخر والغياب ومساعدة ما لمتابعة الدراسة في ظروف جيدة. كنشكر المؤسسة ديالنا بزاف بزاف حيت عطاتنا الفكرة باش تسهل علينا الطريق، كنشكرهم بزاف بزاف. كتنفعنا البيكالا باش مابقاش نطيبو الفروض ديالنا وباش نجتهدو مزيان، وكنشكرو المؤسسة. كتنفعنا البيكالا باش مابقاش نطيبو جوج مرات الفروض في الطريق، وكنشكرو المؤسسة باش نجتهدو أكثر. كتنفعنا البيكالا باش نجتهدو ونجود فيه ومابقاش نطيبو، وكنشكرو المؤسسة. كان غادي تنفعنا في كل شيء باش مابقاش نتغيب ومابقاش نتأخر بزاف، وغادي نجحو ان شاء الله، غادي نتبدلو كل شيء جهدنا. وتنشكرو المؤسسة وتنشكرو الجميع. قراو باش نجتهدو كثر باش ننجحو، وكنشكرو ايضا المؤسسة. شكرا. مبادرة يأمل القائمون عليها أن تستمر لتعم فئات كثيرة من المتعلمين والمتعلمات الذين يتكبدون معاناة كبيرة من أجل التمدرس، وخصوصا بالمؤسسات المتواجدة بالعالم القروي.